اني استعرض معاك الجرس السمارت من شركة شاومي. طبعا الجرس هذا الجميل فيه انه ما شاء الله شوفوا حجمه من البطارية اللي موجودة فيه تشرجه وخلاص، بس تعلقه عندك في البيت سواء باللزق او بالمسامير، وعقب كل ما يفضي بس تسحبها وتشرجها ثاني مرة. القطعة هذه تركبها عندك في البيت، اذا حد ضغط راح يرن عندك في البيت وبعد راح يرن عندك في الابليكيشن. طريقة الشبك جدا سهلة، تشبكها عن طريق الابليكيشن على طول، اول ما حد يتحرك قدامها تعطيك تنبيه، اذا حد ضغط تقدر تكلمه، تقدر تسمع الصوت، فيها النايت مود، وتقدر تسجل لك بعد كل شيء، كل شيء في مكان واحد. جرس سمارت ولا اروع، تشبكها بالواي فاي واستمتع، كل شيء موجود داخله.